الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تحدثنا فيما مضى حول حقوق الأولاد على الوالدين، وفي هذا اليوم نتحدث بإذن الله تعالى حول حقوق الوالدين على الأولاد، حقوق الآباء وحقوق الأمهات على أولادهم وبناتهم. حقوق الوالدين كما يظهر من الروايات لها بعدان. البعد الأول هو البعد العملي، يعني كيف ينبغي أن يكون تعامل الأولاد مع آبائهم وأمهاتهم، كيف يتحدث الأبناء مع آبائهم، كيفية الحديث، كيف يمشون مع آبائهم، كيف يتعاملون مع آبائهم وأمهاتهم. هذا هو البعد العملي في حقوق الآباء والأمهات. الروايات الكريمة إذا تلاحظونها تحتوي على دقائق، يعني أشياء دقيقة جدا في هذا المجال. هذه الروايات مذكورة في بحار الأنوار، مذكورة في وسائل الشيعة، ومذكورة في الكتب الفقهية. مثلا من الأشياء التي وردت في الروايات أن الابن لا يمشي أمام والده، الأب كبير طاعن في العمر ما يتمكن يمشي، والابن شاب قوي مفتول العضلات، هذا في إقبال العمر وذاك في إدبار العمر. هذا ملاحظ، أنه واحد يشوف أبناء يتقدمون في المشي على آبائهم، يمشي قبله، يتقدم عليه في المشي. هذا العمل مو محبب من الناحية الشرعية، لعل الأبناء لا يفهمون ما يفهمه الآباء، إلا إذا هم يوم من الأيام أيضا وصلوا إلى تلك المرحلة، يشوف هذا ابنه ما يعتني بي، ما يدير بال إليه، يتقدم عليه، شيء صغير ولكن مهم. وفي يوم من الأيام إحنا إذا صرنا آباء طاعنين في العمر نفهم هذا الشعور الذي يشعر به آباؤنا، لا يتقدم أمامه في المشي. هذا وارد في الروايات، ألا يرفع صوته فوق صوته عندما يتكلم،
ليرفع صوته فوق صوت أبوه وفوق صوت أمه. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هذا حكم للنبي صلى الله عليه وآله، متعلق بالنبي ومتعلق بالآباء أيضا. واحد عندما يتكلم مع أبوه مع أمه لا يرفع صوته فوق صوتهما أو فوق صوت الأب، هذا وارد في الرواية. إذن المشي له منهج، الكلام له منهج، النظر أيضا له منهج. راجع الروايات، ألا ينظر إلى أبويه نظر ماقت. الآباء عندما يكبرون أعصابهم تضعى، ذاقوا مشاكل الحياة، تحملهم يصير قليل، توقعاتهم تصير كثيرة، يصير فيهم حدة وشدة بعض الأحيان، مو كلهم طبعا، قضية غالبية لعلها، فيؤذون أبناءهم، يؤذون أولادهم. فالابن يتأثر حتى بهذا المقدار، ألا ينظر إلى أبويه نظر ماقت، يعني من يمقت، من يبغض، الشكل اللي ينظر. بل أكو في الروايات أن ينظر إليهما نظر رحمة، نظر رحيم، نظر رقة، نظر حنان، نظر شفقة، هالشكل ينبغي أن يكون. في الروايات حقيقة لاحظوا هذه الدقائق. من جملة الأشياء اللي ترتبط بهذا البعد الأول وهو البعد العملي، أن لا دققوا، أن لا يحوجهما إلى السؤال منه فيما يحتاجان إليه. يعني الابن والبنت يجب أن يفهما احتياجات أبويهما. شنو يحتاج؟ ماذا يريد؟ قبل أن يقول لك وقبل أن تقول لك أريد فلان شيء، أنت يجب أن تنتبه إلى ذلك، لأن هو هذا في نوع من الانكسار، هو هذا في نوع من الذلة، أن الأب يطلب من ابنه، أن الأم تطلب من بنتها. قبل ما يقول لك سوي فلان شيء أو أعطني المال أو أقرضني المال، أنت تقدم بذلك. لاحظوا الدقة حقيقة. وهكذا هذا هو البعد الأول في حقوق الوالدين، وهو البعد العملي. أكو هنالك بعد آخر، وهذا البعد الآخر هو الذي يشير إليه الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه في رسالة الحقوق. هذه رسالة جدا عظيمة، لعل الآن لا نجد في أي دين وفي أي مذهب وفي أي حضارة وفي أي ملة وفي أي أمة مثل هذه الرسالة، مثل هذه الرسالة، رسالة الحقوق. حقيقة فيها أشياء عجيبة. الإمام صلوات الله عليه في هذه الرسالة يشير إلى بعد آخر غير هذا البعد العملي، ولعل هذا البعد الآخر أساس هذا البعد العملي. يعني إذا واحد لم يكن فيه هذا البعد الثاني لعله لا يوفق إلى البعد الأول كما ينبغي.
هذا البعد الثاني لعله المنبع للبعد الأول، لعله القاعدة للبعد الأول، لعله الأساس الذي يرتكز عليه البعد الأول. والإمام يركز حديثه هم في حق الأب هم في حق الأم على هذا البعد، وهو البعد الثاني. وهذا البعد هو البعد الشعوري، الشعور، البعد الذهني في حقوق الوالدين. الإمام السجاد صلوات الله عليه يشير إلى هذا البعد في حق الآباء وفي حق الأمهات. الإمام ما يشير كما يبدو إلى البعد العمل، لعله لأنه إذا تأمن هذا البعد فالبعد العملي مؤمن. يقول صلوات الله عليه: وحق أبيك، ثم نأتي إلى حق الأمهات، أن تعلم. العلم هذا شنو هو؟ هذا هو البعد الذهني في القضية، هذا مو البعد العملي، هذا البعد الشعوري في القضية. وحق أبيك أن تعلم أنه أصلك وأنه لولاه لم تكن. هذا جدا مهم. هذا الحق لا يقابل بأي حق آخر. يعني الأفراد اللي عندهم علينا حق كثير، الأساتذة لهم علينا حق، المعلمون لهم علينا حق، المربون لهم علينا حق، الذي زوجك له عليه حق، علماء الدين لهم علينا حق، الخطباء العظام لهم علينا حق. ولكن من هذا البعد لا يقارن أي حق آخر بحق الإطلاق. ليش؟ لأن بقية الحقوق ترتبط بعوارض الوجود، بينما حق الأب يتعلق بذات الوجود. الإمام يركز على هذه النقطة صلوات الله عليه. عندنا عوارض الوجود وعندنا ذات الوجود. إذا ذات الوجود ما كانت، كانت عوارض الوجود يمكن؟ إذا ماكو أصل الوجود، إذا الإنسان ما كان إلى وجود، كان يمكن أن يعلم؟ لا. إذن بالنتيجة هذا المعلم إجى إلى كائن متحقق فأعطاه العلم، مثل أكو جدار نجد نلونه بالبياض. إذا ما كان الجدار ما كان يمكن أن نلونه بالبياض، هذا واضح. فالجدار إذن أصل، والبياض هذا فرع لذلك الجدار. إذا إحنا ما كنا، لم يمكن للمعلم أن يعلم، ولم يمكن للخطيب أن يعظ، ولم يمكن للعالم أن يهدي، ولم يمكن لأي ذي حق عليك أن يكون له عليك حق. فإذا بالنتيجة جميع كمالاتك الوجودية ترجع إلى منه؟ إلى أبوك. إذا ما كان الأب ما كانت هذه الكمالات الوجودية. وحق أبيك أن تعلم أنه أصلك. عندنا أصل وعندنا فرع، عندنا أصل الشجرة وعندنا فرع الشجرة. إذا أصل الشجرة ما كانت، كان فرع للشجرة؟ طبعا ما كان. فرع الشجرة معتمد على أصل الشجرة أنه أصلك.
وأنه لولاه لم تكن، إذا أبوك ما كان أنت ما كنت. فمهما رأيت في نفسك ما يعجبك فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه. إذا عندك علم هذا متعلق بأبيك، إذا عندك تقوى هذا مرهون بأبيك، إذا عندك أخلاق هذا مرهون بأبيك، أي كمال من الكمالات عندك هذا متعلق بأبيك. إذا ما كان أبوك لا أنت كنت ولا هذه الكمالات كانت. فمهما رأيت في نفسك ما يعجبك فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه. وحتى إذا خدمت أبوك، واحد أحسن إلى أبيه، واحد خدم أباه، واحد دار أباه، واحد أنفق على أبيه، هذا أيضا فرع من ذلك الإحسان. يعني حتى إحسانك إلى أبيك هذا فرع إحسانه إليه. هذا الشيء الذي نذكره أيضا لرسول الله صلى الله عليه وآله، كل عمل نعمله من عبادة وصلاة وصيام الفضل فيه لرسول الله صلى الله عليه وآله. حتى عندما نصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله فهذا أيضا دوحة من تلك الشجرة. حتى عندما نزور رسول الله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لكن كيف هدانا الله. فإذا كل شيء حتى إحسانك لأبيك هذا فرع من إحسان أبيك إليك. حتى في هذا الإحسان أبوك إلى حق عليك في هذا الإحسان، حتى في هذا الإحسان. فهل يمكن أن نؤدي حقوق الآباء؟ وهل يمكن أن نؤدي حقوق الأمهات إطلاقا؟ فاحمد الله واشكره، الظاهر أن الضمير يعود إلى الأب، واشكره على قدر ذلك. في الروايات حقيقة جدا أكو تأكيد على رعاية حقوق الآباء ورعاية حقوق الأمهات. الإنسان المؤمن يجب أن يواظب على هذه، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بخدمة أبيه وأمه، يتقرب إلى الله. الأب كما في الأحاديث باب من أبواب الجنة، كما أتذكر الأب باب من أبواب الجنة، تلزم ذلك الباب. حتى إذا تعارض أنس الأب والأم بك مع الجهاد في سبيل الله، عندنا أعظم من الجهاد؟ أكو في الدين أعظم من الجهاد في فروع الدين؟ وما أعمال البر كلها عند الجهاد في سبيل الله، كل أعمال البر إذا قارنتها مع الجهاد، إلا كنفسة في بحر لجي، أي أعظم من ولكن إذا تعارض الجهاد، الجهاد الكفائي طبعا مو الجهاد العيني، مع أنس أبويك يعني صان بقربه، أيهما مقدم؟ الجهاد لو أنس أبويك بك. النبي صلى الله عليه وآله قال لذلك الشاب
اللي إجا قال إني أريد الجهاد، ولكن لي أب ولي أم يقولان إننا نأنس بقربك، فماذا أفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: ارجع إليهما فوالله، لعله كلمة والله أكو في الحديث، لأنسهما بك يوما وليلة أفضل من جهاد السنة في سبيل الله، أفضل من الجهاد. هذه القضية التي أنقلها يذكرها الشيخ عباس القمي رحمة الله عليه في منتهى الأمال. يقول: كان هنالك رجل وكان عنده أب طاعن في العمر، وكان يخدمه في كل شيء حتى في الأشياء التي نراها حقيرة وصغيرة ومؤذية، كان يخدمه دائما، ولكن في ليالي الأربعاء كان يذهب إلى مسجد السهلة. هذا المسجد الذي يقال إن من يذهب إليه ليالي الأربعاء 40 ليلة أربعاء يحظى بلقاء الإمام الحجة المنتظر صلوات الله عليه. أو ينال فيضا من فيوضه. كان ليالي الأربعاء يترك أبوه ويذهب إلى مسجد السهلة. بعد فترة ترك هذا العمل، بعد ما قام يروح إلى مسجد السهلة، فسئل في ذلك، قالوا له: ليش ترك؟ قال: في الواقع في ليلة من ليالي الأربعاء كنت أذهب إلى مسجد السهلة مشيا على الأقدام، والليلة ليلة مظلمة، ولكن شيئا فشيئا طلع القمر والصحراء أصبحت مضيئة، وكنت قد قطعت ثلثي الطريق، وإذا بي أرى على ضوء القمر رجل يأتي من بعيد وهو على جواده. يقول: جاء وجاء وجاء إلى أن اقترب إلي، ثم قال لي: أين تذهب؟ قلت: أذهب إلى مسجد السهلة. فقال لي: هل معك شيء يؤكل؟ أراد الإمام صلوات الله عليه أو ذلك الولي كما يبدو أن ينبهه إلى علمه بالغيب: هل معك شيء يؤكل؟ قلت: لا، ما كان معي شيء يؤكل. فقال: مد يدك في جيبك. قلت: ليس في جيبي شيء. قال: لا، مد يدك في جيبك. يقول: مديت يدي في جيبي فرأيت بعض الأشياء اللي كنت مشتريها لطفلي وكنت قد غفلت عنها، فهذا الإخبار الغيبي عما في جيبي ألفت نظري. ثم قال لي: عليك بالشيخ، يعني أبوه، عليك بالشيخ، عليك بالشيخ 3 مرات، ثم اختفى عن ناظرين. اختفى. هو يقول: فعلمت أنه المهدي المنتظر صلوات الله عليه. بس إذا ما كان الإمام صلوات الله عليه كان واحدا من الأبدال، وليا من الأولياء. يقول: فعلمت أن خدمتي لوالدي أفضل عند الله من الذهاب إلى مسجد السهلة. واحد يروح إلى مسجد السهلة ليحظى بلقاء الإمام المنتظر، هذا أفضل، أو أن يخدم أباه؟ لا، أن يخدم أباه هذا أفضل.
وذلك الحديث الذي نقلناه يقول أنه أن تؤنس أبويك، يعني تقعد وياهم تسولف وياهم تدخل الفرحة في قلوبهم، هذا أفضل من جهاد السنة في سبيل الله. لذلك في الواقع الأبناء يجب أن يلتفتوا إلى هذه القضية، وأن يحاولوا ما دام آباؤهم في قيد الحياة أطال الله أعمارهم أن لا يضيعوا حقوقهم. وحق أبيك أن تعلم أنه أصلك وأنه لولاه لم تكن، فمهما رأيت في نفسك ما يعجبك فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه، فاحمد الله واشكره على قدر ذلك، ولا قوة إلا بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين لآبائنا وأمهاتنا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.